السلام عليكم، انا شكر وهعمل معكم النهارده بسكوت السابلية تكملة لفيديوهات العيد اللي احنا عملناها. عملنا البسكوت بالكيس وعملنا البوتفور وعملنا الغريبة وعملنا المعمول، والنهارده بعمل لكم السابلية. شايفين شكله ما شاء الله زي الفل، عامل زي قطعة الجاتوه. عامل لكم بتاع 10 انواع او اكتر، 10 اشكال او اكتر. انتوا شوفوا النوع اللي او الشكل اللي يمشي معاكم واعملوه انتوا. اهوت زي ما شايفين، وعلى بركة الله الشغل. عندي 600 دقيق، معاهم كيس بيكنج باودر كيس كامل، عندي 200 سكر بودرة، عندي 400 زبدة، وعندي بيضتين. احط ال200 السكر على ال600 دقيق وكيس البيكنج باودر وعليهم الزبدة. معلش البيكنج باودر انا فتحته، نسيت ان انا بصور اصلا واشتغلت على طول. هعجن العجينة ديت في بعض الزبدة مع الدقيق، هبسهم في بعض على ايديا كده زي ما احنا متعودين لحد ما تبقى زي الرملة الصفراء. اهوت باخد العجينة من ايديا وادعكها. لحد ما تبقى زي الرملة الصفرة كده ابدأ احط لها بعد كده البيض. عندي بيضتين اهوت، احط البيضتين وهعجن العجينة مع بعضها. يبقى عندنا 600 دقيق، كيس بيكنج باودر، 400 زبدة، 200 سكر بودرة، بيضتين، حطيناهم على بعضها اهوت وبنعجن العجينة. هنعجن لحد ما العجينة تلم اهوت. دي عجينة السابلية، وطبعا حاطط فيها بيكنج باودر بس علشان انا بعمل بيها بسكوت، انما غير البسكوت ما بتحطش فيها بيكنج باودر. يعني احنا حاطين في المقدار ده باكو اللي هو 16 جرام بيكنج باودر اهوت. لمت هطلعها بره على الرخامه مع رش الدقيق كده وابدا ايه اظبط الدنيا اهوت. الفها شويه في الدقيق اهوت. انا هعمل عجينه، العجينه دي انا هشتغل بيها فتره كبيره، فلازم العجينه دي تبقى بارده. طبعا الزبده مع الدعك ومع المواضيع دي كلها بتطرى والعجينه بتطرى، فهخلص التنعيم بتاعها كده واحطها فين؟ في التلاجة. احطها في التلاجة هقسمها نصين، نص هطلعه اهوت جامد اهوت، هديله كاكاو اخليه شوكولاتة بني، والنص التاني هسيبه ابيض زي ما هو. هي طلعت من التلاجة هي جامدة زي ما انتوا شايفين، دعكتين بترجع زي ما هي على طول، بس بترجع بقى ايه يعني ماسكة نفسها رطبة، مش سايحة، الزبدة مش سايحة. ويفضل طبعا كاكاو نوع كويس، بلاش نسكويك والكلام ده، لان الحاجات دي ما بتديش اللون الشوكولاته وبتزود سكر الحاجه اهوت. عملتها بني، هحطها برضو في الثلاجه عشان تجمد. جمدوا الاتنين شوفوا المنظر اهي، جامده اهيت، نص الابيض وده نص الشوكولاته جامد برضو. وهبدا ان انا بقى ايه اشتغل اشكل النوع اللي انا هعمله او الشكل اللي انا هعمله. هاخد حته من الابيض هدعكها كويس بايدي، اطريها اشوف تكسر ازاي، بس مجرد دعكه بايدك بترجع على طول بتبقى طريه اهي. تكتين تلاته بايدك كده اهوت، ودعكه صغيره هترجع تبقى طريه وتبقى زي الاهي. هركنها في جنب برضه واخد حته بني اعملها نفس الموضوع، علشان النوع اللي انا هعمله داخل فيه الشوكولاته البيضة، اللون الابيض واللون البني. هطريها برضه كده اهوت بكلوتين اهيت، وهركنها جنبي. هبدا اخد بقى ايه حته من البني واعمل بيها زي حبل تخين شويه كده، رش دي خفيفه خالص
وهفرد العجينة بالشكل ده، كلها سوا بعضها وكلها تخن بعضها اهي. هعمل 2 بني واتنين ابيض. عملت 1 بني اهوت، عملنا 2 بني اهوت، وعملنا الاتنين الابيض. طيب هناخد الاول واحدة البيضة ديت، عندي بياض بيض بياض بيضة، وعندي الفرشة بتاعتي. هدهن الحبل ده بالبيض البيض. الحاجة الوحيدة اللي بتلزق السبليه في بعضه هو بياض البيض، وهلزق جنبها واحدة بني، وهدهن برضو بياض بيض عشان يمسك في بعضه. اهو زي ما انتم شايفين اهوت. هاخد البني احطها فوق البيضة، والبيضة فوق البني، يعني هيبقى عامل زي الشطرنج كده. بس طبعا بدهن على طول ببياض البيض، لان بياض البيض زي ما قلت لك هو اللي هو اللي بيمسك السبليه في بعضه. غير كده مفيش حاجة تاني اهوت. بأكد برضو على المسحة بالفرشة عشان يمسك في بعضه، واظبطها بقى كده بإيدي بالراحة، وهحطها فين؟ في التلاجة تجمد عشان أعرف أتعامل معاها بعد كده أهي بالراحة كده من غير ما إيدك تعلم فيها، وعلى التلاجة. تمام، دخلت التلاجة عشان تجمد. هاخد حتة بقى من الأبيض، أنا عندي أنا قدامي بقى أبيض وبني، هاخد حتة من الأبيض اهيت، هنعمل منها أول شكل. تاني شكل بقى هقطعها تقطيعة صغيرة كده، تقطيعة صغيرة اهيت، وهاخد الحتة فيهم. هنشوف هنعمل شكل ايه اللي هنعمله اهوت. رشة دي خفيفة خالص، هفرد اعملها زي الحبل، حبل تخين شوية مش رفيع خالص، والطرفين هلمهم على بعض على جوه، وهقفل البسكوتة بالشكل ده وهحطها جنبي، لأن هي لسه بعد ما تستوي هتتفنش تاني، هيتحط لها حاجات تانية. واحدة كمان هسيب لكم لينك بسكوت الزبدة تحت الفيديو، اتفرجوا عليه برضو، يمكن تحبوا تعملوا حاجة منه في العيد اهوت. هنعمل شكل تاني، خدت حتة بني افردها برضو زي اسطوانة كده، وهقطعها برضو قطع صغيرة اهوت، وابدأ ان انا رش دي برضو صغيرة، والفها بايدي لفة صغيرة اهيت، واخد الطرف على الطرف والف بايدي من فوق بالراحة اهوت، واقرص قرصة صغيرة على الطرف اقفل بيها البوتفراية واحطها جنبي، لان الكلام ده كله لسه هيتفنش بالشوكولاتة وهيتفنش بمكسرات، والحاجات دي لسه فيها شغل كتير بعد كده هتشوفوه اهوت. واحدة كمان اهي فردة صغيرة الطرف على الطرف، والف بالراحة اهوت، وهو ده شكلها. خدت حتة بيضة برضو فردتها. انا بقطع في الفيديو على طول لان الفيديو طويل، عايزك بس تشوفي كل الاصناف اللي هي اللي اتعملت. خدت حتة بيضة قطعتها برضو، وهفردها بإيدي والطرف على الطرف، وقرصة صغيرة من ورا هيبقى بالشكل ده اهو، هحطها برضو في الصاج جنبي. الكلام ده كله هيخش الفرن يستوي على 150 درجة، 150 درجة مش أزيد ولا أقل، 150 درجة، فرن هادي في الوسط، لا فوق ولا تحت ولا الجو ده خالص، لان بيجيلي اسئله غريبه جدا.
بيبقى في الوسط، خدت حتة بيضة تانية هي اتقطعتها، هلفها على ايدي، هتك عليها تكة صغيرة، عندي جوز الهند، هتك عليها بجوز الهند واحطها في الصاج اهوت، تكة كمان صغيرة وفي جوز الهند واحطها في الصاج، نشوف شكل تاني. خدنا حتة بيضة برضو هنفردها زي الاسطوانة كده، اهوت، وهنفردها ديت، هنقطعها بقطع شوية دقيق فوق وتحت، وهنفردها سمك بالظبط بتاع نص سنتي نص سنتي اهوت، وعندي قطاعة هبدأ أقطع بيها أدي التخن بتاعها اهوت، لو انتوا شايفينه اهوت، عندي قطاعة قلب أقطع بيها العجينة، وفي الصاج برضو أرص في الصاج جنبي على طول عشان يستوي الكلام ده، ملوش شغلانة تانية بعد السوا. عندي شكل اللي هو نص نص وش كده، قطعنا برضو بشوية حطيناهم، خدنا حتة بن اهيت فردناها اهيت برضو على نفس السمك اللي هو نص سنتي، وعندي قطعة وردة هبدأ اقطع بيها العجين، وارص برضو في الصاج اللي انا هسوي فيه برضو الحتة البني، خدناها هنفردها، هاخد معاها حتة بيضة هقطعها حتت صغيرة واوزعها على العجينة، بس ما كترش، 3 4 حتت بس كده، وهتك على العجينة بايدي عليها وهفردها بالمردلة، فهتشبح بعضها كده، وابدأ اشتغل برضو عليها. هفرد، مش هديلها دقيقة دلوقتي خالص، انا بعد ما افرد لزقتهم في بعض خلاص، ابدأ اديلها بعد كده دقيقة، لو خدت دقيقة قبل كده هيفصلوا الاتنين من بعض اهوت، واقطع بالقطاعة، عندي قطاعة مدورها هبدأ اقطع بيها البسكوت بتاعي فردنا حتة بني تانية قطعنا بيها ورد، وخدت حتة بني عندي شوية سكر عليهم معلقة قرفة، جنب شوية بسكوت جنب شوية سكر بالقرفة اهمت، معلقة قرفة صغيرة على شوية السكر مع حتة السبليل البني قطعتها صغير، واخد حتة منها حتة كده هلفها على ايدي واتك عليها بكلوة ايدي، واتك عليها في السكر والقرفة، واركنها جنبي في الايه في الصاج، وزي ما قلت الكلام ده كله هيستوي على 150 درجة حرارة، 150 درجة اهوت، هنطلع حتة العجينة اللي عملناها في الأول خالص اللي هي الشطرنج، هلمحها ببياض البيض اهوت، عندي السكر والقرفة اللي هو باقي من نوع البوتفور اللي كان قبله، هقلب فيها قطعة البوتفور أو اسطوانة البوتفور اهوت، هقلبها في البسكوت في السكر وفي القرفة اهوت، عايز القرفة والسكر يمسكوا فيها، فمش هيمسكوا فيها غير ببياض البيض اهوت، وهبدأ ان انا اقطعها اهوت، طبعا لازم تبقى متجمدة عشان اعرف اقطعها اهوت، وهوريكوا قطعة منها، ده شكلها لسه هتتفنش بعد ما هتستوي،
هقطع وارص في الصاج بتاعي زي ما قلت، اسوي على 150 درجة. وبعد ما خلص كله استوى اهوت، عندي شوكولاتة بيضاء سايحة وشوكولاتة بيضاء بني سايحة، هاخد اول شكل اهوت اللي عملناه، هاخد نصه قبل نص وصف الشوكولاتة البيضة واحطه جنبي على ورقة ايه زبدة ينشف، لان له مرحلة تانية في الشغل اهو. واحدة كمان اهوت نصها بس واحطها جنبي. هاخد نوع تاني اللي احنا عملناه، طرفه كده هحطه في الشوكولاتة البني واحطه في اي حاجة عندك، اي حاجة موجودة عندك، مكسرات، جوز هند، فستق، فول سوداني، اي حاجة اهوت، وهركنه برضو جنبي. ادي واحدة كمان اهوت، انا بوريك اتنين من كل نوع بعمله بس مش اكتر من كده، لان مش عايز اطول عليك الفيديو اكتر من كده. اللي احنا قطعناه بالقطعة المدورة اهوت، عملنا جناش اللي هو 200 شوكولاتة، 60 زبدة، 60 لبن، ونسيبهم يبردوا وتحطوا في الكيس ونشتغل بهم بالشكل ده. عامل وردات صغيرة بالجناش اهوت الشوكولاتة حوالين البسكوتة اهوت، واحدة في النص. وهجيب اللي احنا عملناه بالاخضر ده اللي هو زي مفتاح الحياة، هديله من فوق بنطة شوكولاتة بيضة. ركزوا بس معايا عشان تبقوا عارفين ايه اللي احنا بنعمله بالظبط اهوت. عندي لوز، هحط لوزاية على حتة الشوكولاتة البيضة، ده بقت حتة جاتوه مش كتفراية دي اهوت. هوريكوا برضو واحدة تشوفوا ايه شكلها اهو، ده شكلها من تحت اخضر ومن فوق الجناش الابيض وبينهم الفستق اهي. وهركن جنبي اهو، انا سبتكم كل ده عشان اوريكم انا بشتغل ازاي اهو. السكينة بتاعتي وعلى الصينية بتاعتي اللي انا هرص فيها ده بقى. عندي لو بندق متقشر، احط بندقية على في الوسط، طبعا جناش ابيض وبندقية بيضة، يبقى الشكل كده ابيض حاجة مش لذيذة. هعمل ايه؟ هدي فوق البندقية نقطة شوكولاتة بني، نقطة شوكولاتة بني عشان تظهر البوتفراي، نقطة شوكولاتة بني مش اكتر من كده اهوت. وعندي الفستق هرش عليه وحايد اتنين تلاتة كده، مش رش يعني، بكسر اللون بس مش برش، بكسر اللون يعني، كل واحدة عليها حبايتين بالكتير قوي اهوت. وبرضو هشتغل واحطه جنبي عشان ينشف. عند النص اللي كنا خدناه اولاني بقى نص بالابيض اهوت، هاخد نص التاني بالشوكولاتة. الشوكولاتة دي شوكولاتة سايحة عليها معلقة زيت عشان ما تربطش، وتحتها فيها بولة مية سخنة عشان تفضل سايحة معايا على طول. وهركن جنبي اهي شكلها زي ما انتوا شايفين اهي، نصها ابيض بس، هاخد برضو النص اللي السادة ادي له شوكولاتة اهوت واحطها جنبي. في نوع اللي كنا قطعناه بالقطاعة البني اهوت بالقطاعة المدورة، هدي بنطة صغيرة بالجناش صغيرة خالص عشان ألزق عليها بس اهي اهيت. عندي عين جمل، هحط واحدة عين جمل فوق الجناش الأبيض واتك عليها عشان تلزق اهوت اهو. عندي ورقة زبدة عادي، هعملها كورنيه واحط عليها شوية شوكولاتة بني واقصها بالمقص طرفها، وافوت على البوتفور بتاعي ده
الشوكولاتة البني هتدي لها طعم، وهتمسك حتة عين الجمل على البوتفراي. شغل السابلية شغل كتير قوي، ده شغل شيبسي. هدي واحدة بس كده على الوش كنوع من الايه الديكور. شغل السابلية فيه شغل كتير قوي، وفي شغل فيه يعني ما حبيتش اعمله، لقيت ان هو مستفز، ما ينفعش يتعمل اليومين دول، مش بتاع اليومين دولت. حاجات ببودرة لوز وحاجات بعجينة لوز وحاجات، فمرضتش اعملها يعني، سبتها لوقت تاني. اديت لها النوع ده، اديته اللي هو شغرانج، اديته بونتة شوكولاتة بني اللي هو برضو 200 شوكولاتة وستين زبدة وستين لبن، وعليها رشة فرماسيل صغيرة خالص اهي، وهرص جنبي القلب ده هوت. خدت نص بشوكولاتة بيضة، والنص التاني اديته بونتة شوكولاتة بني وعلى رشة فرماسيل صغيرة خالص اهي، ده القلب. ده الوش اللي كنا عملناه الاول، خدته انا اديت نقطة احمر على الشوكولاتة البيضة، وهبدأ اعمل بيه طرف. ده اللي هو اللي كان بالسكر والقرفة، بعمله طرف اهو بالشوكولاتة، بيضة حمرا براحتك. وده اللي هو الاولاني خالص اللي عملناه، اديته بنت شوكولاتة وشوية فستق عليه. الوش ده اللي احنا كنا ادينا الاحمر اهوت، هديله على الطرف التاني بتاعه شوكولاتة بني، وهرص الحاجة واوريها لكم شكلها ايه. اهي ما شاء الله شكلها زي الفل، وطعمها مش هقول لكم، طعمها حلو جدا. السبليه من كلنا بنحب السبليه وبتفرط السبليه اهوت. عامل لكم بتاع اكتر من 10 انواع، شوفوا النوع اللي يناسبكم اهو. همشي معاكم واحده واحده كده عشان تشوفوا المنظر بالظبط اهوت. اهوت ده اللي هو القرفة والسكر، وده اللي عملناه بالجناش الأبيض، ادينا له البندقية، وده القلب اللي خدنا نصه، ونص القلب بالشوكولاتة، والنص التاني عملنا له روزيتة شوكولاتة بني، ودي عين الجمل، وده اللي خدنا نص نص الشوكولاتة اهو. انتم شايفين شكله جميل وطعمه احلى من شكله زي ما بيقولوا. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.